منتصف الليل بتوقيت العاصمة الدوحة، أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم إلى نشرة يوم جديد نستهلها وإياكم بعناوينها. موسم التنس العالمي انطلق من الدوحة، ولا مفاجآت في أول أيام بطولة قطر إكسون موبيل. الكويت تترقب نهائي كأس الخليج، التفاؤل يخيم على تصريحات الساعة الأخيرة. في النشرة أيضاً، الغرافة والعربية تألقان في سادس جولات الدوري القطري للكرة الطائرة. أهلا بكم في مجمع خليفة الدولي للتنس والسكواش. دشنت بطولة قطر إكسون موبيل فاتحة الموسم الجديد للتنس العالمي، دشنت نسختها السادسة بعد العشرين. اليوم الأول من البطولة لم يشهد مفاجآت في انتظار دخول ممثلي العرب التونسي مالك جزيري والقطري جبر المطوع غمار المنافسات مساء اليوم الثلاثاء. بانطلاق بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس، دشن موسم اللعبة مساره على سكة سليمة. البطولة التي توجت بجائزة أفضل بطولات فئة 250 نقطة شهدت في يومها الأول عبور أبرز المرشحين إلى الدور الثاني. النمساوي دومينيك ثيم تأهل بسهولة على حساب الروسي إفغيني دونسكوي. ثيم الخامس عالميا والمشارك لثاني مرة في بطولة الدوحة، تفوق على خصمه 72 في لقائهما الأول على الإطلاق، وسجل حصة 7-6 و6-3 في ساعة و36 دقيقة. كانت مباراة سريعة وجيدة لبداية الموسم وللعام، وأنا راض عن أدائي. لدي في الدوحة ذكريات جميلة من أول مشاركة لي عندما تأهلت لأول مرة إلى بطولة المحترفين في 2014، وبالتالي أنا أعتبرها ضربة بداية في مشواري وسعيد بالعودة. اليوم الأول من البطولة كان قد انطلق بانسحاب الألماني سيدريك مارسيل شتيب أمام الروسي أندري روبليف. الأخير المصنف 39 على العالم تأهل بعد فوزه بالمجموعة الأولى ب6-1، وسيلاقي في الدور الأول الإسباني فرناندو بيرداسكو. إسباني آخر وصل الرحلة لكن على مستوى الزوجي في انتظار دخوله الثلاثاء في غمار الفردي. بابلو كارينو بوستا العاشر عالميا سيواجه في الدور الأول للفردي الكرواتي بورنا كوريتش الذي سبق وتغلب عليه في بطولة أوكلاند. كان الموسم الماضي الأفضل في مسيرتي، والآن أعمل على تحقيق الأفضل في 2018. قمت ببعض التغييرات على مستوى أسلوب لعبي، كما غيرت مضربي سعيا نحو الأفضل. في الدوحة بدأت بمنافسات الزوج وأنا أفضل ذلك لأنها مريحة وتمنحك فرصة الدخول في الأجواء. الثنائي العربي مالك جزيري وموسى الشنان ودعا مسابقة الزوجية أمام الإسباني فيليسيانو لوبيز والأمريكي رايف رام، لكن جزيري سيدخل منافسات الفردية الثلاثاء أمام السلوفاكي ألياس بيديني. على مستوى باقي أبرز نتائج اليوم الأول، التحق الجورجي نيكولوس باسيلاشفيلي بركب المتاهلين إلى الدور الثاني. رغم أن اليوم الأول من بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس انطلق بانسحاب، إلا أن باقي النتائج صارت دون مفاجآت في انتظار ثاني أيام الدور الأول. لأخبار قنوات الكأس سارة إيجابية من مجمع خليفة الدولي للتنس والسكواش الدوحة. تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، انطلقت منافسات مهرجان مارمي الدولي التاسع للصقور والصيد. الحدث يقدم نفسه في صورة جديدة بعد أن تجاوز عدد المسجلين في مختلف المسابقات 1700 مشارك، وهو ما يعد ببطولة شديدة الإثارة والتنافس. في مثل هذا الوقت من كل عام يلتئم في صبخة مرمي بسيلين هواة الصيد والقنص في حدث ترتبط فيه القيم التراثية بالرياضة. نسخة هذا العام شهدت مشاركة قياسية بعد أن تجاوز عدد المسجلين في مختلف المسابقات 1700 مشارك. الحضور اليوم اللي كان بين والصيد في هذا التحدي، هذا أكبر دليل أن في نجاح موجود. أولها نجحوا إخواننا المتسابقين وصادوا 5 حمام من حمام فخر اليوم، وهذا أكبر نجاح. برنامج اليوم الافتتاحي لمهرجان مرمي التاسع انطلق بمسابقة دعو لفئة جير حر، قبل أن تبدأ متعة التحدي مع بطولة هدد التحدي التي قدمت 5 متأهلين إلى المحطة الختامية. مسابقة ما فيها حيلة، حمام فخر ما فيه حيلة، بس ما دام هو يقول لنا كذا احنا قلنا لك اياها اليوم.
هذه مشارب وصدناها، وابشروا بالنواميس جايه ان شاء الله، عاد باقي لي ثلاث طيور وابشروا بالنواميس. المهرجان يقدم لضيوفه أنشطة موازية تعيدنا إلى زمن الآباء والأجداد من حرف يدوية تراثية ومستلزمات الطيور والتخييم، إضافة للحضور اللافت لمستشفى سوق واقف للصقور. طبعا الجديد في هذه المسابقة طبعا في هذه النسخة التاسعة من مهرجان مرمي هو دخول فئات الجير حر والجير شاهين والمزاين اللي هو الأدهم والأسود، هذه الأربع مسابقات تقريبا دخلت في هذه السنة. حتى 27 من هذا الشهر تتحول الهواية إلى رياضة، ورياضة إلى بطولة تتوج أبناء قطر وضيوف الحدث في مسابقة تتنفس عبق تاريخ وتراث هذه الأرض الطيبة. لأخبار قنوات الكأس، سمير بوخليفة، صبخة مرمي في سيلين. أسندت لجنة الحكام لبطولة كأس الخليج لكرة القدم إدارة مباراة العراق والإمارات في نصف نهائي خليجي 23 إلى الحكم الأوزبكي عزيز قاسموف، وستكون مباراة نصف النهائي الثاني بين البحرين وعمان في عهدة الحكم السريلانكي كريشنا بيريرا. الدور قبل النهائي لخليجي 23 يأتيكم مباشرة عبر الكأس الأولى انطلاقا من الساعة 5:15 من مساء اليوم الثلاثاء. عشية المربع الذهبي اشتعلت حرب التصريحات بين مدربي الفرق الأربعة المعنية بالصراع نحو نهائي كأس الخليج. الهولندية بيم فيربيك مدرب منتخب عمان بدأ واثقا في التأهل، في حين أكد باسم قاسم مدرب العراق إصرار لاعبيه على الذهاب إلى أبعد نقطة. ببلوغ المربع الذهبي تكون بطولة خليج 23 قد عبرت نحو المنعطف الحاسم في الطريق لخلافة العنابي على الأراضي الكويتية. العماني الشاب ورغم كونه الوحيد الذي ذاق طعم الخسارة في الدور الأول بين الأربعة، إلا أنه مصر على المضي بالثبات نحو المشهد الختامي بعدما أزاح وصيف البطل السعودي في آخر لقاءات المجموعة ليعتلي صدارتها بجدارة. مدرب المنتخب العماني الهولندي بيم فيربيك بدا متفائلا وواثقا في فتوة وطموح لاعبيه لتجاوز المنتخب البحريني الذي صعد ثانيا عن المجموعة الثانية خلف المتصدر العراقي بعد انتصار واحد وتعادلين. استمتعنا بليلة واحدة فقط بعد تجاوز المنتخب السعودي. في اليومين الأخيرين عملنا على استرجاع الأنفاس، اللاعبون في وضعية بدنية جيدة وجاهزون لمواصلة المشوار، وأشكر الطاقم الطبي على مجهودهم الكبير والمميز في الفترة الماضية. في المباراة الثانية يبدو المنتخب العراقي الأوفر حظاً لبلوغ اللقاء الختامي. منتخب أسود الرافدين كان الأكثر حظاً للنقاط بسبع من فوزين وتعادل، نتائج خولته تصدر المجموعة الأولى بالفوز على قطر واليمن في اللقاءين الأخيرين للدور الأول. بكل تأكيد هذا هو حلمنا وحلم جماهير الكرة العراقية وحلم كل الناس المعنيين، وسنبذل كل الجهود من أجل أن نحقق هذا الحلم لجماهيرنا، وأعتقد جماهير الكرة العراقية تستحق منا ذلك. الطريق إلى النهائي المقرر للجمعة المقبل يمر عبر عقبة المنتخب الإماراتي في لقاء لا يحتمل القسمة على اثنين. لمركز أخبار قناة الكأس، محمد زجار. على الصعيد الجماهيري ارتفعت مساحات التفاؤل في الشارع الرياضي العراقي بإمكانية فوز المنتخب باللقب الخليجي. عدد من نجوم الرياضة العراقية أكدوا أن منتخب بلادهم أقوى المرشحين الآن، فيما طلب آخرون من اللاعبين بتحسين الأداء تفاديا للمفاجآت غير السارة. بعد الأداء المتصاعد الذي ظهر به أسود الرافدين في مونديال الخليج، ارتفع سقف الطموحات لدى الوسط الرياضي العراقي في خطف الكأس الخليجية. أهل الشأن باتوا على ثقة تامة بأن الأسود أصبحت لديهم الخبرة الكافية في صراع الأمتار الأخيرة. والله التوقع صعب، المنتخب الإماراتي منتخب صعب، لكن أتمناها عراقي إن شاء الله، لأن هم هذا الجيل، هذا اللاعبين، النخبة من اللاعبين الشباب هم مرشحين ينالوا لقب الكأس الخليج هذه السنة. مباراة مهمة للفريقين، أعتقد فريقنا قادر على أنه يحقق منها الشيء الإيجابي ويكون بالطرف أحد أضلاع النهائي، ومن الله التوفيق إن شاء الله. الآراء اختلفت على الأداء والنجوم في المونديال الخليجي،
فمنهم من رأى تفوق بعض الفرق على أخرى بسبب عدم تواجد أسماء كبار كما في البطولات السابقة، الأمر الذي سهل المهمة على أسود الرافدين حسب تعبير البعض. سابقا احنا كنا يعني اطفال، من كانت كاس خليج تجي نريد نشاهد لاعبين، شاهد نجوم مثل ما شاهدنا جاسم يعقوب وفيصل وحمد ومحمد، وكذلك اللاعبين القطريين واللاعبين السعوديين واللاعبين العراقيين اللي قدموا لاعبين حق، ما شاهدنا طبعا نجوم يضيفون، النجوم هم اللي يضيفون للبطوله. اتوقع يعني على اداء المباراه الاخيره يعني كتشكيل كلاعبين يحتاج اللاعبين الى يعني تقديم مستواهم الحقيقي، يعني لم نشاهد مستوى بعض اللاعبين مستواهم الحقيقي، ان شاء الله سنفوز مباراه 1-0. لم تتبقى سوى ساعات على موعد الفصل في الاستمرار بالبطوله او العوده الى بغداد بخفي حنين، لكن المختصين في العراق على ثقه بان الرابعه ثابته بعد ان عبروا الثالثه منذ زمن بعيد. والكل يتفق على ان المنتخب العراقي يتميز بالاداء المتصاعد من مباراه لاخرى، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الثقة بالكادر التدريبي لجلب الكأس إلى العاصمة بغداد. لمركز أخبار قنوات الدوري الكأس، أمين شراد، بغداد. في كأس الاتحاد لكرة اليد تغلب الأهلي على الغرافة في مباراة مثيرة وبنتيجة 26 مقابل 21 هدفا. وفي مباراة ثانية حقق الريان فوزا كبيرا على العربي بنتيجة 32 هدفا مقابل 18 ضمن الجولة السابعة من بطولة كأس الاتحاد للرجال لكرة اليد. فبعد بداية متكافئة للطرفين تمكن الريان من التحرر والسيطرة على غمار الشوط الأول الذي أنهاه بفارق مريح وبنتيجة 16 هدفا مقابل 8. العربي حاول مجارة نسق الريان في الشوط الثاني، لكن النجاعة الهجومية والتنظيم الدفاعي المحكم حال دون ذلك، وهو ما فتح الباب واسعا أمام الرهيب لتوسيع الفارق وتحقيق الفوز بسهولة. الفوز ثبت الريان في المركز الثاني في جدول الترتيب ب 15 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الوكرة. في الدوري القطري للكرة الطائرة تفوق الغرافة على الأهلي في مباراة مثيرة حسمت بعد اللجوء لشوط خامس. على الطرف الآخر طح العربي بالوكرة في أعقاب مباراة قوية انتهت بثلاثة أشواط مقابل شوط. وكان العربي سجل بداية قوية في الشوطين الأول والثاني، لكن الوكرة سجل عودته مع نهاية الشوط الثالث الذي فاز به ب 26 نقطة مقابل 24. العربي وصل بعدها عروضه القوية وأنهى المباراة لصالحه. احنا نتحملوا مسؤوليه الاخطاء الفرديه، نعاود نقول اخطاء فرديه، اللي لازم يعني في الكره الطايره اللي يعمل اخطاء يخسر، ما فيش. الحمد لله احنا اليوم فزنا بثلاث نقاط نتاعنا، لكن بصراحه لازم نراجع امورنا في الاخطاء الفرديه هذه في بالاخص في اخر الاشواط. طبعا احنا نلعب ناقصين لاعب مصاب، حاولنا في البدايه نغطي وشي ونادي، بس ما حلفنا التوفيق، والحمد لله على كل حال. حتى في الشوط الاخير كنا متقدمين، الحمد لله على كل حال ما حلفنا الحظ، ان شاء الله القادم افضل. وفي مباراة قوية أخرى عشت على وقعها صالة النادي العربي خرج الغرفة منتصرا من موقعة الأهلي. هذا الأخير انطلق بقوة وفاز في الشوط الأول ب 26 نقطة مقابل 24، لكن الغرفة ضرب بقوة في الثاني وحسمه ب 31 نقطة مقابل 29 قبل أن يسقط في الثالث الذي كان لصالح الأهلي. الغرفة استدرك التأخر عندما رسم طريق التفوق في الشوطين الرابع والخامس لينهي المباراة لصالحه بثلاثة أشواط مقابل شوطين. مستمرون معكم من مركز أخبار قنوات الكأس وتتابعون معنا بعد هذا الفاصل القصير. مانشستر يونايتد يستعيد التوازن في الدوري الإنجليزي بفوز مثير على إيفرتون ويستعيد الوصافة مؤقتا.
أحييكم من جديد. قال مدرب فريق الغرفة الجديدة التركي إيغون بولانت أن تحسين ترتيب الفريق في الدوري وتخطي عقبة بختكور الأوزبكي في تصفية أبطال آسيا أهم أهدافه مع الفريق في الفترة المقبلة. بولانت أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه مدربا جديدا للغرفة أنه سيتم التعامل مع كل مباراة على حدة بتحقيق النتائج الإيجابية والنهوض بالفريق مجددا، هذا هو الهدف. وفي سياق ترتيب البيت كشف بولانت أن لاعبا من طراز رفيع سيكون المحترف الأجنبي الرابع في صفوف الغرافة. قال المدرب التركي أن اللاعب الجديد سيلتحق بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بدلا من السلوفاكي فلاديمير فايس المصاب. أمامنا هدفان، الأول هو تخطي ملحق دوري أبطال آسيا والثاني إنهاء بطولة الدوري في المربع الذهبي. في المرحلة الحالية سنتعامل مع كل مباراة على حدة، وبعد نهاية الموسم سوف تكبر بصورة تدريجية أحلامنا وطموحاتنا. أعتقد أننا لدينا إمكانيات تفوق النتائج التي تحققت حتى الآن، لا سيما في ظل الفوز بمباراتين فقط والتعادل في الكثير من المباريات. مع بداية عام جديد أشاد أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية بإنجازات رماة العنابي في خطوة تحفزهم على كسب رهانة 2018. وفي مدينة ميونخ الألمانية كشف البايرن قائمة اللاعبين التي ستتوجه اليوم الثلاثاء إلى الدوحة لخوض المعسكر الشتوي في أكاديمية التفوق الرياضي. هذه إطلالة على آخر الأخبار المحلية والدولية. حسم مانشستر يونايتد مواجهة إيفرتون واقتنص فوزا غاليا خارج الديار بثنائية نظيفة استعاد بها وصفة الدوري الإنجليزي بصفة مؤقتة. ورفع اليونايتد بهذا الانتصار رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني لجدول الترتيب لحين معرفة نتيجة مباراة القمة بين تشيلسي الثالث مع أرسنال. وافتتح الشياطين الحمر النتيجة في الدقيقة 57 عبر الفرنسي أنتوني مارسيال، ووصل جيسي لينجارد تألقه وهزه لشباك المنافسين عندما أضاف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 81. وفي المقابل مني إيفرتون بهزيمته التاسعة هذا الموسم ليتوقف رصيده عند نقطة 27 وضعته في المرتبة التاسعة لحين اكتمال باقي منافسات الجولة. هذا وشهدت الجولة 22 عودة ليستر سيتي لسكة الانتصارات مقابل فوز مثير لفريق ليفربول على حساب بيرنلي. تعليقا على المباراتين أكد الألماني يورغن كلوب أن النقاط الثلاث هي الأهم بالنسبة لفريقه ليفربول، في حين جدد كلود مدرب ليستر سيتي تمسكه بالمهاجم الجزائري رياض محرز. أعتقد أننا استحققنا النقاط الثلاث، لكن التعادل كان جيدا أيضا. كانت المباراة مفتوحة، استحوذنا على الكرة ولعبنا أحسن، والخصم قدم مباراة جيدة جدا. الأخبار حول اقتراب انتقال رياض محرز من ليستر مجرد تكهنات. رياض يلعب معنا وهو يبذل كل ما بوسعه لفوز الفريق. مواجهتنا كانت جيدة، إنتاجية ممتازة وأداء مميز لمحرز. الجودة كانت كبيرة رغم القوة في اللعب. هذه مواجهة ممتازة للاعب. في انتظار استكمال الجولة الإنجليزية يقفز اليونايتد إلى المركز الثاني متقدما على تشيلسي صاحب المركز الثالث والذي يستعد لقمة لندن أمام أرسنال. إليكم النتائج المسجلة في هذه الجولة الإنجليزية الجديدة والتي أعادت خلط بعض الأوراق من جديد.
تفاجر موندو ديبورتيفو مفاجأة من العيار الثقيل متعلقة بمستقبل كريستيانو رونالدو الكروي. تفاصيل عنوان الصحيفة الكتالونية وأخبار غيرها تتابعونها في قبل الطبع مع منال بن عامر. إليك منال. شكرا لك منال. مشاهدين أهلا بكم في قبل الطبع وقراءة لأبرز ما سيتصدر صحف هذا اليوم الجديد. والبداية من إسبانيا وصحيفة موندو ديبورتيفو التي تنشر صباحا في نسختها الورقية العنوان التالي: رونالدو يبحث عن منزل ومدرسة في لندن. الخبر إذن شكل صدمة لعشاق النادي الملكي وأثار مخاوفهم حول مستقبل نجمهم الأول في ظل الأحاديث التي ربطت كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف المقبل. وفي التفاصيل فإن السي آر 7 بدأ بالبحث عن منزل ومدرسة لابنه في لندن، حيث تفيد التقارير أنها ستكون المدرسة ذاتها للأمير جورج نجل الأمير البريطاني ويليام، وهو ما قد يؤشر إلى قرب رحيل النجم البرتغالي عن ريال مدريد. نتحول إلى صحيفة ماركا الإسبانية التي نرصد لكم منها هذا العنوان: فالفيردي يقول رحيل نيمار كان أمرا صعبا. إذن الصحيفة المدريدية أفردت مساحة للتصريحات التي أدلى بها المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي للموقع الرسمي للنادي الكتالوني. المدرب الإسباني خرج عن سمته وتحدث للمرة الأولى عن رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، واصفا إياه بالأمر الصعب، وبخاصة في ظل عجز إدارة البرسا عن الإبقاء على قائد منتخب السامبا داخل أسوار الكامب نو. نتحول سريعا إلى صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية والتي عنونت: أردا توران معروض على أي سي ميلان. الصحيفة تحدثت عن قيام وكيل أعمال أردا توران بعرضه على إدارة روسونيري في الميركاتو الشتوي بعد حسم اللاعب رحيله عن البلوغرانا. كوريري ديلو سبورت أكدت وجود رغبة عند مسؤولي روسونيري بضم الدوري التركي إلى أن طلب برشلونة 20 مليون يورو ثمنا لتوران، واشتراط اللاعب الحصول على 7 ملايين يورو راتبا سنويا قد يشكل عائقا أمام إتمام هذه الصفقة. نختم قبل طبعا من صحيفة The Independent البريطانية التي كتبت: عودة نادال من إصابته بالركبة في بطولة استعراضية. المصنف أولا عالميا سيدشن العام الجديد بالعودة إلى ملاعب الكرة الصفراء بعد تأكيد خبر مشاركته في دورة استعراضية في مدينة ملبورن الأسترالية تسبق انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة. رافائيل نادال يهدف من خلال تلك المشاركة إلى استعادة جزء من لياقته البدنية قبيل مباراته الأولى في فاتحة بطولة الجراند سلام الأربعة للعام الجديدة. مشاهدينا ختم هذه الجولة السريعة بين عدد من صحف اليوم الثلاثاء. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة لفقرة قبل الطبع، وعود الآن لزميلة منال سلمي. شكرا منال. إلى عالم الكرة الصفراء، حيث فازت أنجيلا كيربر المصنفة الأولى في فترة سابقة والموهبة الصاعدة ألكسندر زفيريف في مباراة الزوج المختلط ليقود ألمانيا للفوز أمام بلجيكا. وأظهرت كيربر كثيرا من التمسك لتهزم البلجيكية إليسا ميرتينز قبل أن تسهم برفقة مواطنها ألكسندر زفيريف في فوز ألمانيا مع بداية مشوارها في كأس هوبمان للتنس. وضعت كيربر ألمانيا في المقدمة بفوز ملحمي بمجموعتين دون مقابل على ميرتينز في الدور الأول من البطولة المؤلفة من 8 فرق مختلطة، قبل أن يساعد ديفيد غوفين المنتخب البلجيكي في معادلة النتيجة بعد فوزه بمجموعتين على زفيريف المصنف رابعا عالميا. لكن كيربر وزفيريف شكلا ثنائيا أقوى من مباراة الزوج المختلط عن بلجيكا بتفاصيل 4-2 و4-3. وصلنا ختام النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. موسم التنس العالمي انطلق من الدوحة ولا مفاجآت في أول أيام بطولة قطر إكسون موبيل. الكويت تترقب نهائي كأس الخليج، التفاؤل يخيم على تصريحات الساعة الأخيرة.
الغرافة والعربية تألقان في سادس جولات الدوري القطري للكرة الطائرة. مانشستر يونايتد يستعيد التوازن في الدوري الإنجليزي بفوز مثير على إيفرتون ويستعيد الوصافة مؤقتا. مشاهدينا نختم هذه النشرة، نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء إلينا.